بهالبوست بنشوف كيف تبدأ تتداول في الأسهم الإماراتية من الألف إلى التاء، وفي آخر البوست بنشوف ليش لين التاء مو بالياء. أول شيء تحتاج تعرفه إن هذا سوق الأسهم وهذا أنت. تقدر تشارك في أي عملية اكتتاب مباشرة من السوق من خلال تطبيقات السوق أو البنوك، لكن بعد الاكتتاب عشان تتداول أسهمك أو تبغى تشتري أسهم جديدة تحتاج وسيط في النص بينك وبين السوق. في موقع سوق أبوظبي سوق دبي في قائمة الوسطاء المعتمدين، هايل كلهم معتمدين، ما يحتاج تسأل إذا هم مضمونين ولا لا، كلهم مضمونين، لكن يبقى عليك إنك تختار الوسيط اللي خدماته أفضل وتناسب. مشكلة أغلب الوسطاء أنهم يطلبون الحضور الشخصي حق فتح الحساب، إلا 4 وسطاء حسب المعلومات اللي عندي ما يطلبون الحضور الشخصي، وهذا يناسبون خصوصاً الناس اللي من برا الإمارات. وانت تفتح حساب عند الوسيط، إذا كان عندك رقم مستثمر في سوق أبوظبي أو سوق دبي اذكر هالشيء لأنه بيسرع عملية فتح الحساب، وإذا ما عندك هم بيظهرون لك رقم المستثمر. بعد ما تفتح حسابك عند الوسيط بيحتاج منك أنك تحول أموال من حسابك البنكي إلى حسابك عندهم عشان تبدأ تشتري الأسهم. أما إذا كنت مكتتب وأسهمك ما نزلت عند الوسيط فتقدر من تطبيق سوق أبوظبي وسوق دبي أنك تحول أسهمك إلى الوسيط، وعقب تقدر تتداول، بتلقى طلب اسمه تحويل أسهم من السوق إلى الوسيط. بالنسبة لي شركات الوساطة محتاجة وايد شغل خلال الفترة القادمة عشان تواكب الطلب العالي من الناس وتسهل عليهم التداول. ليش أنا قلت هالبوست بيعلمك من الألف إلى التاء؟ لأن هذه فقط أول خطوة اللي توصلك للتداول. عشان كذا أنصحك لما تفتح حساب عند وسيط إنك تلف في منصة التداول وتفهم كل زر وكل كلمة شو تسوي، وتابعنا على قناة المال عشان تشوف فيديوهات أكثر عن هذه المواضيع.